ترك الولد واندرك يا سيدي شبل الأسود. بياخد البراهين يا دايرة الوقت يا بدر. سيدنا الغنم ومحاسب عم الغنم وسيدي طاعة الغنم ومدد وألف مدد يا رب شو الله يا صاحبي. فتحة لأخويا عم الشيخ ياسر الغنيمي سيدي طه الغنيمي مدد يا رب الغنمية وآل الغنمية وسيدي طه الغنيمي وعم الشيخ ياسر الغنيمي مدد يا رب كل واحد باسمه خوفا من الغلط والنسيان. محاسب ست السيدة زينة رئيسة الديوان محاسب جدب العالمين الرفاعي مدد يا رب قدرة النبي من درك في المعنى يا سيدنا الحسين أصبح له في الرجال برهان. ابن الرجال في الحال لكن ابن الطريق عيان. والله العظيم ما اي حد بيقول هنا وانت محسوب ومدد يا رب ومدد يا للبيت. قالوا لي مدام نزلت على هتلقى على باب سيدي خميس تدبان والري من ماما زين. الست رئيسة الديوان يا بنت بنت النبي يا منجد العيال. شرب في باب الغرام يا وردة البستان عالباب يا سيدي خميس ولنا تأسيس بس مع الروح مع الرهبان يا دايرة الوقت يا سيدنا النبي يا مؤسس البن يا دايرة الوقت يا سيدنا النبي يا مؤسس البنيان. من يوم ما حبيت فتح للكعناوي من يوم ما قلبي انشغل يا سيدي طه يا غنيمي وانا بالرجال هيمان نزلت حي الرجال يا سيدي شبل قابلني هناك تدبان. انا قلت ايه شغلة الرجال قالوا ما فيش عندهم ميلان. فتح المرحوم عادل الخياط ربنا يرحمه. فتح للشيخ احمد الوروري والحاج ابو يمين وان شاء الله يوم 13 و14 9 مولد سيدي محمد الجويري.
ووحي الليلة الشيخ فاروق بهمسي والشيخ محمد السنباطي دعوة عمل الجهنة يدعي لكم الشيخ أحمد الورور والحكم وليد وحولنا مدام في حي حال الرجال يشرب من الأبواب أصل الدخول ده مش بالكلام ده الدخول يا ولد بحساب هتبان
يبقى ما فيش ملام ولا أصل اللي انكوى كده يا سيدة الكل انشغل بست السيدة زينب واللي تبعت له نظرة تجر حداها في الضحك اللي تبعت له نظرة نظرة تجر حداها يا ما شرحها يا قز يا قزات ويرتقل سيدنا الحسين رئيس المملكة علشان يحسبوه يحسبوه من أهل الحب واهله
النبي الكتب بالعالمين نزلنا كم عرضا سيد خمس يد الصد يشر بين أهل الحال يشر بين المردين نزلت لنا جمعكم الدهر قالي فيه أبي سيد خمير الغرم في ماي يا آل البيت يا آل البيت يا من زينب يا آل البيت يا من زينب يا حضرة جمال يا حضرة فيها نور يا فيها فيه I'm